لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذة منة، صباح الخير وصباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور يا فندم. دايما بقول أنه مش أنا اللي بقول يعني، بس يعني أقول نقلا عن خبراء الاقتصاد أنه لغة الاقتصاد هي لغة أرقام، وبالتالي عندما نتحدث عن مؤتمر اقتصادي يأتي بتكليف ورعاية واهتمام من رئيس الجمهورية في وقت الحقيقة العالم كله اقتصادياته بتشهد فيه خلل ومشاكل وتحديات كثيرة جدا، ثم تأتي هذه الحماسة القوية من قبل الكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى جانب طبعا أصحاب الاستثمار والأعمال وما إلى ذلك، نستشعر هنا أنه نحن بصدد الحديث عن أو نحن بصدد افتتاح مؤتمر في منتهى الأهمية في توقيت مهم جدا. إيه هي ممكن تكون أهمية مؤتمر الاقتصادي يا فندم اللي بيبدأ فعالياته إن شاء الله بعد حوالي أقل من ساعتين من الآن؟ هو زي ما حضرتك ذكرت، الاقتصاد لغة الأرقام، ولكنها هي أرقام تعبر عن سلوك، أرقام تعبر عن نشاط. فالاقتصاد في الأساس هو نشاط وسلوكيات مواطنين تتعلق بظاهرة اقتصادية ومشكلة تعبر، أو مشكلات اقتصادية مطلوب حلها. هذه المشكلات هي التي سيتم بحثها في هذا المؤتمر ارتباطا بطبيعتها الحالية. الاقتصاد المصري لا يبدأ من الصفر، هناك مسار طويل عبر عشرات السنوات في العصر الحديث الاقتصاد المصري، ولكن مؤخرا ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 الاقتصاد المصري مر بنجاحات كبيرة وبخطوات تنموية بارزة شهدت بها كافة المؤسسات الدولية، ولكن الاقتصاد المصري بيتأثر حاليا بمستجدات ومتغيرات عالمية بدأت منذ بداية تداعيات كورونا، ثم تأثرت أيضا بتداعيات الحرب الأوكرانية ومرتبطة بها من موجة تضخم كبيرة بتضرب العالم. بالتالي فإن المؤتمر يبدأ اليوم يؤسس للوضع الحالي، يؤسس للوضع الحالي من خلال استعراض نجاحات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، استعراض التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي هذه الفترة. العالم تضربه موجة تضخمية كبيرة، العالم يمر بمرحلة من عدم الاستقرار وتباطؤ معدلات النمو. بالتالي فإن اليوم الأول ينصب على السياسات الكلية التي من الممكن أن يتم التعامل معها أو التعامل من خلالها خلال الفترة القادمة. هل هناك تجارب في العالم نجحت في ذلك؟ ماذا قامت وتقوم به الدولة المصرية؟ كيف للخبراء أن يضيفوا أفكار ويقترحوا سياسات يمكن أن تقرها الدولة المصرية لكي تضيف إلى ما تقوم به بالفعل من خطوات ناجحة؟ هذا هو الخط العام للنقاش في هذا اليوم. حضرتك يا فندم كخبير اقتصادي، إيه توقعات حضرتك من هذا المؤتمر؟ خليني أسأل السؤال بس بطريقة تانية. كنا الأول مثلا بنقول إنه المستثمر مثلا ممكن يبقى هو شخص واحد individual يعني، فالشخص الفردي ده مهما كان استثماره هو في النهاية رجل أعمال، فلما الدولة تعيد حزم من القرارات سواء مالية مصرفية نقدية بسبب استثمار واحد أو مشروع واحد أو رجل أعمال واحد، ده طبعا هيتقال إنه لا ده كده اتجاه فردي، ده كده دي مصلحة خاصة، إنما احنا عايزين المصلحة العامة. وبالتالي عندما تتحدث الدولة الآن عن يعني مؤتمر اقتصادي يراجع ويناقش جميع السياسات المالية والنقدية والمصرفية وعلى كافة مستويات وأوجه الاستثمار، هنا يأتي السؤال إنه ممكن نتوقع إيه اللي يحصل؟ هل ممكن في مراجعات تحصل فيما بعد؟ هل ربما بعض الميكانيزمز أو الآليات نقدر هي بالاساس مرنه، لانه يعني دايما اليات الاقتصاد فيها بتتسم بالمرونه المفروض يعني في اي سوق مفتوح، ولكن هل ممكن هذه الاليات نقدر نشكلها وفقا ونغير في تشكيلها وفقا للمعطيات الموجوده حاليا في السوق المصري والعالمي؟ يعني الواقع الحاضرين في المؤتمر بيتحملوا امانه ثقيله جدا، لان بالفعل الدوله المصريه بتسير في مسار صحيح، وبالفعل كان هناك اجراءات متنوعة والحكومة قامت بالفعل وبتقوم بمجهودات كبير، ولكن هو دورهم اليوم
هو بحث أفكار، لأن خلال الفترة الماضية تداولت وسائل الإعلام والمواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأفكار والأطروحات، بالتالي فإن أتصور أن الدولة المصرية تستمع بالأساس في خلال هذا المؤتمر، هي بتستمع للخبراء، هي بتستمع لمطالبات رجال الأعمال والمستثمرين. زي ما حضرتك ذكرت، عملية الاستثمار هي عملية متطورة وسريعة ومتغيرة، تحتاج من الدولة إلى رعاية، ولكن مطالبات المستثمرين من المهم أن تكون تراعي محددات صناعة القرار الاقتصادي. هناك الكثير من المطالبات من المستثمرين في مجال التجارة وفي مجال الصناعة وغيرها من المجالات. المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة هذه الطلبات، لبحث ما يمكن تنفيذه من هذه الطلبات، فهناك انفتاح شديد من الدولة المصرية على تقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل مساندة المستثمرين ودعم القطاع الخاص وتنويع الحوافز وتطوير الحوافز التي تقدم للمستثمرين حتى يقوموا بدورهم في مجال زيادة نشاطهم الاقتصادي خلال الفترة القادمة. نعم، الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا.